السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المخدرات، الرحلة من الضياع للتعافي. إزاي بنحمي نفسنا ونحمي أولادنا ونحمي أحبابنا من المخدرات؟ ده موضوع الفيديو النهاردة إن شاء الله، فتابعوني للنهاية. أضرار المخدرات على المجتمع وعلى الأسرة وعلى الفرد وطرق الوقاية منها. أضرار المخدرات على المجتمع: أولا، ارتفاع معدلات الجريمة، تزيد المخدرات من معدلات الجريمة بسبب حاجة المدمن للمال لشراء المخدرات، مما يدفعه للسرقة أو غيرها من الأعمال الإجرامية. تؤدي المخدرات إلى انتشار العنف في المجتمع، حيث يصبح المدمن أكثر ميلا إلى التصرف بعنف وبشدة، ودائما يكون متوتر وقلق. ثانيا، التفكك الأسري والاجتماعي. الإدمان بيؤدي إلى تفكك الأسر بسبب الخلافات المتكررة، مما ينعكس سلبيا على الأبناء وبيزيد من حالات الطلاق والانفصال. ثالثا، تأثير المخدرات على الاقتصاد. يتسبب الإدمان في خسائر مالية ضخمة جدا على مستوى الدولة بسبب النفقات الصحية لعلاج المدمنين، بالإضافة إلى فقدان إنتاجية الفرد أو الأفراد المدمنين. بعد كده بنتكلم بقى عن طرق الوقاية من المخدرات وتجنب الوقوع في الإدمان. دور الأسرة في الوقاية من المخدرات: أولا، توعية الأبناء بأضرار المخدرات. ثانيا، تجنب العنف والقسوة في التعامل. ثلاثة، منح الثقة والدعم للمدمن، توفير جو أسري هادئ، علاج الأمراض النفسية، مراقبة الأصدقاء المحيطين بأولادنا، عدم منحهم كثير أو مزيد من النقود، وعدم تعاطي المخدرات في المنزل أمام الأولاد. ما هي مدة بقاء المخدرات في الجسم؟ أولا، الحشيش. الاستخدام لمرة واحدة بيبقى الحشيش في البول لمدة 3 أيام. الاستخدام المعتدل وعدة مرات في الأسبوع بيبقى الحشيش لمدة من 7 لـ21 يوم. أما الاستخدام المزمن اليومي فقد يبقى الحشيش في البول لمدة تصل إلى 30 يوم أو أكثر تقريبا. ثانيا، الأفيون. الاستخدام لمرة واحدة يبقى تأثير الأفيون في البول لمدة من 2 لـ3 أيام. أما الاستخدام المزمن أو المتكرر فيبقى تأثيره لمدة تصل من 7 أيام وأكثر من ذلك حسب الكمية. ثالثا، البانجو. الاستخدام لمرة واحدة يبقى تأثير البانجو في البول لمدة 3 أيام. الاستخدام المعتدل يبقى لمدة من 7 لـ21 يوم. أما الاستخدام المزمن فقد يبقى البانجو في البول لمدة تصل إلى 30 يوم أو أكثر من ذلك. رابعا، الكوكايين. وده الاستخدام لمرة واحدة يمكن أن يبقى تأثيره في البول لمدة من 1 لـ4، والاستخدام المزمن أو المتكرر بيكون بيصل إلى من 7 إلى 12 يوم تقريبا. خامسا، الترامادول. الاستخدام لمرة واحدة بيبقى الترامادول في البول لمدة من 2 إلى 4 أيام. استخدام الترامادول بشكل مزمن بيستمر وجوده في البول لمدة تصل إلى 7 أيام أو أكثر، وده حسب كثافة الاستخدام. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.